جدتي يا جدتي، أرجوك احكي لي قصة من قصصك الممتعة. حسنا يا بنيتي، لكذلك سأقص عليك حكاية الحمامة والنملة. يحكى أنه في أحد أيام فصل الصيف الجميلة، كانت هناك نملة تمشي على إحدى أغصان الشجرة باحثة عن الطعام، وفجأة هبت نسمة قوية أوقعتها في النهر، فأخذت تستغيث وتتخبط في الماء لتنجو من الغرق. ولحسن حظها أن سمعتها حمامة بيضة. فماذا ستفعل حسب رأيك؟ أظن أن الحمامة ستسرع لمساعدة النملة، فلقد أوصانا الله بمساعدة الآخرين إذا احتاجوا لنا. بالفعل يا بنيتي، فقد هرعت الحمامة لنجدة النملة، فالتقطت قشة كبيرة بمنقارها ومدتها في اتجاه الماء، فتمسكت بها النملة وصعدت عليها، وعندما وقفت على اليابسة أخذت تشكر الحمامة التي أنقذت حياتها. فما قالت النملة للحمامة: لقد أنقذتني من موت محتم، أشكرك من كل قلبي وأتمنى أن أرد إليك الجميل في يوم من الأيام. لا أظن أن النملة تستطيع أن تساعد الحمامة في المرة القادمة، فهي ضعيفة جدا. ربما سنرى ذلك. الآن سأكمل عليك الحكاية. مرت عدة شهور، وذات يوم كانت الحمامة واقفة على غصن شجرة وهديلها يملأ الغابة. كانت تشاهد النملة الصغيرة على العشب تجمع الحبوب لتخزنها لفصل الشتاء، لكن لم تنتبه الحمامة للصياد الذي كان يقترب بهدوء من الشجرة. أما النملة فسمعت وقع أقدامه على الأرض. رأى الصياد الحمامة فوقف في مكانه، ومن دون أن يحدث ضجة تناول بندقيته وصوبها نحوها ليطلق النار عليها. لم تلاحظ الحمامة وجود الصياد، فبقيت واقفة على غصن الشجرة غير شاعرة بالخطر الذي يحدق بها. لكن النملة أسرعت نحو الصياد الذي رأته، فعثرت على ثقب في حذائه فدخلت فيه، ثم عضت الصياد في قدمه عضة مؤلمة فصرخ من شدة الوجع. عندئذ التفتت الحمامة ورأت الصياد فطارت هاربة منه. خرجت النملة بسرعة من الثقب الذي دخلت فيه، أما الصياد فغادر الغابة بعد أن تعكر مزاجه وسيطر عليه الغضب. وبعد ذهاب الصياد عادت الحمامة لتشكر النملة التي أنقذت حياتها، وقالت لها: لقد أنقذت حياتي، لو لم تتدخلي في الوقت المناسب لما كنت تنبهت للخطر. فردت النملة: هل أصبحنا الآن متعادلتين؟ أجابت الحمامة وهي تحلق في السماء: طبعا يا صديقتي. شكرا لك يا جدتي، ما أمتع حكاياتك. لقد تعلمت من قصة الحمامة والنملة أنه يجب علينا أن لا ننسى معروفا قد قدمه أحدهم إلينا يوما ما، وأن نساعده إذا استطعنا ذلك بكل ما نملك من قوة. وقد تعلمت أيضا أن لا نقلل من شأن أحد مهما كان بسيطا وضعيفا، فلكل دوره في الحياة.